خبرتني ليلى بالش اللي صار. تركت الهدية واجيت لهون. تسمح لي لك أستاذ كمال إنه البراءة والطيبة ما بتلبق لك؟ ليش؟ لأنه ثلاث أرباع كلامك كذب، وأنا بنصحك تقول الحقيقة لأنه لعبتك صارت مكشوفة. وقت اللي صارت الجريمة كنت بالشام، ما كنت باللادية. لا عفوا، أنا أكيد أنا كنت باللادية، ودليل على ذلك هي كرت الأوتيل، بتقدروا تتصلوا وتسألوهم. ما في داعي، نحن متأكدين أنك كنت بالأوتيل، وجماعة الأوتيل ما هم فاضيين يتابعوا تحركاتك، يعني إذا كنت بالشام ولا ما كنت بالشام، يعني هذا الموضوع ما بيهمه. أنا عم أقول لك ما جيت على الشام أبدا، أنا صار لي يومين بلادي. عفوا أستاذ كمال، فيك ترفع لي إيديك وتأرجيني كمام الجاكيت لو سمحت؟ ليش؟ لو سمحت ترفع لي إيديك، بدي أشوف الكمام. تفضل. كأنه في زر ناقص بهداك الكم اليميني؟ إيه فعلا، بيكون وقعان شي محل. هو وقعان بس مو بأي محل، وقعان بالمسبح اللي لقينا فيه جثة القتيل. الزر وقع منك وقت قتلت المقتول، وفوق كل هاد الجار شافك فايت على الفيلا بين الساعة 2:30 و3. بتكفي هاي الأدلة لتعترف ولا بتحب نجيب لك أدلة أكتر؟ بصراحة أنا كنت بالشام، كنت بالشام يعني بمعنى تاني، أنا جيت من اللقدية لحتى انتقم لشرفي من هالواطي. دخلت على الفيلا وكنت بدي ادخل من الباب اللي هو من طرف المسبح، ولا لقيته ملحوش على وش المي جثة قدام. دورت السيارة ورجعت لدي. هذا اللي صار. طيب شو عرفك انه مالك رح يجي على بيتك بهالوقت؟ هذا اذا صدقنا روايتك طبعا. في واحد اتصل فيه وقال لي انه مالك بده يجي على الفيلا الساعة 2:30 بالليل. انت صدقته؟ طبعا صدقته، لاني انا مرة كنت راجع على البيت بالليل لقيته طالع بسيارته من بيتي، دخلت لقيت زوجتي حالتها هستيرية وثيابها مقطعة. المجرم استغل وضع النفسي واعتدى عليها. مين اللي اتصل؟ اتصل فيني واحد ومالي من هو، مالي اسمه ما بعرف. استاذ كمال، بلاحظ انه قصصك كلها هيك معلقة بالهواء، يعني ما في حدا بيقدر يثبتها او ينفيها. اقسم لك بشرفي هذا اللي صار، بشرفي، حتى ما يكون كلامي معلق بالهواء. تفضل، هي موبايلي، لسه الرقم اللي اتصل فيني موجود عليه. ما حاولت تتصل معه مرة تانية؟ حاولت، كل ما اتصل تطلع لي وحدة تقول لي ما بعرف هذا الرقم ولا بعرف عن شو عم تحكي. بسيطة، ما في مشكلة، اعطيني الموبايل. تفضل. الو، مرحبا مدام، انا اسف على الازعاج، نحن من الشرطة ومنحب نعرف ليش اتصلتي بالرقم اللي ظهر عندك مبارح بالليل. يا أخي هلكتوني، بشو بتريدوا أحلفلكن إنه بعمري ما اتصلت بهالرقم؟ طيب جنابك وين ساكنة؟ بالفيلات الشارع 16. يعني هون بالحارة. طيب جنابك بتعرفي الفيلا اللي صارت فيها الجريمة؟ ايه بعرفها، ونحن ساكنين جنبها، والشرطة اليوم زارونا وسألونا. جنابك أم عادل اللي كنا عندها اليوم؟ أنا طارق اللي شربت عندكم قهوة بالحديقة، جاي لعندكم فورا. خدوا كمال على الفرع وخلوا حدا يراقب الفيلا. شرف استاذ.
أنا بدك مني شي، بدي روح على البيت. خليك اليوم ولا تروح. بس أنا مضطرة أروح، بطاقة الماما وهويتها معي وهي بكرة بدها تسافر. أعطيني هون أنا بوصل لها. شوفها بتطمن عليها.